نداء حلاوة الاستغفار فعلا هيبقى عارفين زي اللبانة في لسانه، على لسانه كده، فمش هيبطل يقولها. فصدقوني الاستغفار جميل جدا، فاستغفروا ربنا وابشروا زي ما انتوا بتقولوا. وعلى فكرة عايزة اقول لكم على حاجة، ان ربنا يوقع في قدامك فيديو عن الاستغفار، لا ربنا منقيك من وسط ناس كتير جدا في اللحظة دي عايزك تستغفر علشان يديك حاجة حلوة. عارفين زي ما نقول طب صلي على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، اللي هو حد بيجيب سيرة الصلاة على النبي، فأنت بتقول عليه الصلاة والسلام، بتذكر النبي في نفس اللحظة. تمام، فأنت ما تستهونش إن هو يعني حاجة تيجي قدامك زي كده، تفاصيل ربانية والله صدقوني ربنا بيبعتها للي محتاجها. لأن سيدنا عمر قبل قال قبل كده إن هو ما بيشيلش هم إجابة الدعاء قد ما بيشيل هم الدعاء نفسه، لأن هو يعني مجرد ما ربنا بيلهمه بالدعاء خلاص بيبقى متيقن 1000000% ان هي خلاص الاجابه هتحصل هتحصل. بس اهم من ده كله ان ربنا يلهمه ان هو يرفع ايديه ليه ويقول له يا رب. انا صدقوني بستغفر ربنا دلوقتي حتى لو مش عايزه حاجه، بس ان ربنا بس بيسهل اموري في الدنيا، يسهل امور يومي نفسها، يجعل اليوم خفيف عليا، يكفيني شر الفواجع بتاعت الدنيا. بصوا يا جماعة، أنا لما نزلت الفيديو بتاع الاستغفار وقلت إن احنا الاستغفار بنية أي حاجة، بنية أي حاجة، فلقيت بقى ناس بتسأل اللي هو طب ينفع استغفر ربنا بنية السفر أو بنية الزواج؟ اه بنية أي حاجة، أي حاجة، أي أمنية. بس هقول لكم على حاجة عشان ما اطلعش يعني أو أوضح لكم الصورة قدامكم. الاستغفار له شروط، وأنا نزلت اللي هو الطريقة الصحيحة للاستغفار، تمام، في فيديو منفصل لوحده. تمام، لازم طبعا نستغفر بالطريقة الصحيحة. بالنسبة بيجي لي سؤال عن العدد أو الصيغة، لا أي صيغة، تمام، اي عدد. اهم حاجه الصدق في الاستغفار، ان انت تستحضر فعلا ذنوبك، وده اتكلمت عنه في فيديو لوحده. تاني حاجه ان انت مثلا لو هتستغفر بنيه السفر، قعدت بقى تستغفر ربنا بالطريقه الصح بأعداد كتيره وفي نفس الوقت بنيه السفر، بس تلاقي الدنيا كلها واقفه في وشك، امور مش متيسره، الدنيا فعلا واقفه خالص خالص زي ما بيقولوا، تروح تخلص ورقه تلاقيها وقفت في وشك يعني كده. هنا هتسأل نفسك اللي هو يا رب هو انا بستغفرك علشان الدنيا تقف؟ هتكلم نفسك بالطريقه دي. هو فعلا انت بتستغفر ربنا مش عشان الدنيا تقف، ان ربنا دفع عنك شر وعنك خير، مش حاجه مش خير، كمان هيعوضك خير عنها. ده انت هنا تحمد ربنا ان هو عسى فعلا ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، يعني دفع عنك بلاء، يعني دفع عنك بلاء حتى لو كان انت مرتبط بيه وكن نفسك فيه قوي. بس قول هنا الحمد لله يا رب، الحمد لله، اكيد ليك حكمه ما حدش عارفها غيرك انت. فانت احمد ربنا في الوقت ده وتاكد 1000000% ان نتيجه الاستغفار هي ان ربنا دفع عنك بلاء. تمام، وما تستعجلش، جايز لو انت فعلا نفسك في السفر قوي هيجيلك، بس بطريقه تانية، هيجيلك في وقت تاني، مع ناس تانية، بظروف تانية، ربنا ليه حكمه. كمان هتقف وتحمد ربنا عليها وتقول الحمد لله ان هو حصل كده، وان الحمد لله ان ربنا دفع عني حاجه قد ايه. طيب نيجي هنا، ده كان بالنسبه لامور السفر. طيب بالنسبه لامور الزواج، انا هحكي لكم الزواج ده بطريقه ميسره بدون خزعبلات والجو ده، ولا سحر ولا شعوذه زي ما بيقولوا، بس هعمل لكم فيديو ليه يعني مخصص ليه، وصدقوني والله العظيم والله العظيم ربي شاهد على كلامي، الطريقه دي انا كانت تجربتي الشخصيه عملتها بطريقه، ودلوقتي اكتشفتها اساسا ايه اللي حصل بسبب ايه او فهم ايه او معتقدات ايه. فهعمل لكم فيديو ليها مخصوص، هحكي عنها، وان شاء الله هيبقى الفيديو الجاي باذن الله. فيا رب اكون بس وصلت لكم المعلومه اللي انا عايزه اوصلها لكم، ان هو يعني مجرد ما حد يقول لك على حاجه، مجرد ما تشوف حاجه، بتبقى يعني عارفين تنبيه ليكم، خدوه كمنبه ليكم. ده كان فيديو النهارده، واستنوني فيديو جديد ان شاء الله هتكلم عن ايه، عن الزواج والطريقه اللي انا جربتها فيها. استنوني قريب ان شاء الله.